سبب السيد وزير الماليه بامراض الاقتصاد انه يبقى دافع للدوله انها تغير السياسات، وضع السودان يعني في محله الطبيعي من حيث التمويل من الاصدقاء والاشقاء. ان الاخوه في الاقتصاد الوطني السوداني ظلوا يتحدثون مع الدوله انه منذ 11 سنه بقول لكم الان، منذ 11 عاما ان هنالك خللا يدخل على الاقتصاد الوطني، لابد من اعاده الوزن والترتيب. ولكن ماذا كان راي السياسيين؟ كان راي السياسيين لا يمكن لشعبنا الذي واجه 50 سنه من ظروف قاسيه ومحن وفقر وضيقه وحرب في هذا الظرف الذي خرج فيه البترول ان نفرض عليهم اي ضرائب جديده او اي اجراءات استثنائيه من اجل ان نعدل مسار الاقتصاد في وجه الازمه التي تلوح فيه. اخواننا الضرائب دي نحن ماشيين فيها، نحن اهلنا كل المصاري بتاعت المزيد. الدويم وكوستي وشدي وحاج عبد الله تم تاهيله، ده ما شغل في التنميه يا اخواننا. اهلنا خط السكه حديد من بورسودان لغايه عبد الله، لانه ده الخط الاساسي ماشي عشان الحاجات تمشي. طريق الانقاذ الغربي الناس اللي من الفاجر عارفين ان المسافه الباقي عشان يخش الفاجر 100 كيلو والباقي تلاقيها طبقه اسفلت للجنينة 70 كيلو، الطريق وصل مول. اخوانا انا افتكر في شغل في نجاحات، لابد ان نقول الكلام ده يا اخوانا. اصلا هذا التقرير قد طلب من وزاره الماليه تفاصيل عن الصرف وعن الموارد والايرادات التي حدثت في هذه الفتره حتى يتاكد من انه فعلا حجم المصروفات وحجم الايرادات. ظل هنالك صرف على التنميه بصوره مشرفه للغايه في كافه المشاريع الموجوده. ننظر الى تعليق خزان الرصيف وننظر لسيتيه وننظر لكافه المشاريع الاقتصاديه الهامه الان يستمر فيها الصرف. نحن اخي الرئيس نقول علينا ان نوسع المنظومه التدريبيه، نعم علينا ان نضبط المال، نعم، ولكن هنالك شريحه مهمه وقطاع مهم للغايه هو القطاع الزراعي والقطاع المرعي على وجه التحديد. لا زال مشروع الجزيره اخي الرئيس مشروع كغابه مشروع الجزيره. هذا المشروع كان يحمل السودان كله، اليوم هذا المشروع كثيف. لابد من اهتمام بمشروع الجزيره والرعد وعوقه ونور الدين لا يضخ في الاقتصاد السوداني. عفوا يسحب كل الحرمات لمعينات الانتاج ولوسائل الانتاج وتهيئه الظروف لاماكن الانتاج ان الناس تكون امنه ومستقره شتت التنميه.